نظام قبل ما نروح للتقرير والفاصل. ما داخل نادي الأولمبي العريق؟ هو نادي الأولمبي العريق صاحب جماهيرية كبيرة جدا جدا جدا، كان فقد يمكن من أسبوعين نقاط متتالية، كنا سعداء بتربعه هو على عرش كرة القدم السكندرية ومجموعة بحري. يا ترى في ايه؟ جبنا على الهاتف طبعا رئيس مجلس إدارة نادي الأولمبي الفائز مؤخرا منتخباته الكابتن ناصر الشاذلي. كابتن ناصر الشاذلي اهلا بيك معايا في دوري بلدنا. كابتن خالد، وبرحب بالساده المشاهدين، وطبعا بتمنى لك كل توفيق، حياه برنامج جميل ومفيد لكل انديه الدرجه الثانيه. ربنا يخليك. انا عارف ان حضرتك مهمتك ثقيله جدا، ونادي الاولمبي نادي كبير جدا، لكن انت احد ابنائه وقدرها وعلى قدر المسؤوليه بشكل كبير، لكن واضح ان في حاجه في كره القدم كابتن ناصر. قلنا بدل ما احنا يعني نحاول نتنبأ، اكيد انت اقرب الى الكواليس، يهمنا ان احنا نحافظ على النادي الاولمبي، يهمنا ان النادي الاولمبي بينافس على صدارة هذه المجموعة، يهمنا نشوف الاولمبي في الدوري الممتاز كأحد الأندية الكبيرة في محافظة الإسكندرية. خالد، حقيقة طبعا احنا كنا لغاية المباراة العاشرة كنا متصدرين وعندنا أمل وطموح كبير ان احنا كنا نلعب الماتش ال 11، كنا مع حرس الحدود وكان الفرق بيننا 5 بونت، وكنا نطمع ان احنا نكسب الماتش ده في ارض الماكس عند حرس الحدود، وكنا هنبقى الفرق 8 بونت، وكنا هنستريح ونروح في منطقه ثانيه بعيد خالص عن الانديه الاخرى، وجاءت الرياح لا تشتهي به السفن طبعا، وحصلت الهزيمه بضربتين جزاء. ما علينا، كلنا بنتقبل قرارات الحكام بصرف النظر عن اقتناعنا بيها. وطبعا ده ماتش وعدى، وقلنا بعد كده في عندنا ماتش كفر الشيخ عندنا، وده كان مباراه مهمه برضو، وما كانش عندنا مشاكل في الفرقه ولا حاجه خالص ولا اي مباريات، واعتبرناها هزيمه خارج الارض 2-1 مع الفريق اللي بينافسك. ده امر وارد وطبيعي. حقيقه طبعا قعدنا مع اللعيبه وحاولنا نخرجهم من اللي احنا فيه طبعا، من اثار الهزيمه، وكانت مباراه طبعا الدوري متعاقب كل يوم خميس، وحقيقه طبعا ابتدينا المباراه كنا كويسين جدا وجبنا جون، وخلاص المفروض ان احنا الامور تسير في المجرى الصحيح، وكانت تعليمات لعيبه لازم نجيب الجون الثاني عشان نستريح. فوجئنا ب3 اهداف طبعا في غايه الغرابه في ربع ساعه من الفرقه، وسط انهيار طبعا كلنا استقنا منه، وكلنا حقيقه استغربنا وقلنا يمكن يعني المنحنى او الكيرف بتاعنا هبط شويه، وده وارد في كرة القدم انك ممكن تجي لك فترة من الفترات المنحنى دي، كيرفي بينزل او حاجة، وخسرنا برضو 3 نقاط اخرى، ودي 6 نقاط في حين المنافس بتاعنا بيكسب. المباراة الثالثة طبعا كلنا امل في المنصورة ان احنا جبنا جون، وكان كلنا امل نكسب المباراة في المنصورة، نعوض بيها الماتشين التانيين، ما قدرناش نحافظ على المكسب وتعادلنا 1-1، وبالتالي طبعا فقدنا 8 بونت في 3 ماتشات، وده رقم كبير علينا قوي في فرقه بتنافس على الصعود طبعا في وسط يعني الصعود، كيرف، نادي ابوير الاسمده، ديكيرنس، كفر الشيخ. فاحنا الحمد لله برضو ما زلنا بنقول ان احنا لسه المشوار طويل، احنا لسه 17 مباراه، وده حاجه كبيره جدا، وكل الفرق هتتغلب وكل الفرق هتتعادل. المهم ان احنا لازم نلم نفسنا تاني بسرعه، عندنا ماتش مهم مع ابو قير الاسمده يوم الخميس القادم، يليه ماتش دمنهور في دمنهور. فطبعا الماتشين دول بالنسبه لنا حياه او موت، لازم نكسبهم ان شاء الله باذن الله. نعود تاني للصداره، الفرق مش كبير، الفرق 3 بونت بس، 3 بونت دول بيجوا في مباراه واحده، احنا يعني الناس كلها طبعا الناس كنا متوقعه ان احنا نخرج من المنافسه، ولكن فرق ال3 بونت دول يتعوضوا ان شاء الله، ده مباراه واحده ودي كانت صح. اللاعب لا مش فرق كبير، بيلعبوا بعض الاسبوع الجاي دي كانس وحرس الحدود، والنتيجه دي ممكن تكون في صالحنا في الاخر. انا بتمنى بس طبعا احنا عندنا مدير الكره استقال حقيقه، يعني كان عنده تردد من الاسبوع اللي قبليه برضه، تردد وكان طالب الاستقاله، قلت له اصبر شويه وانت قلقان ليه ولسه بدري، وحقيقه طبعا انا كنت فوجئت باستقالته دي، ما كانش فيه يعني مبررات تدل على كده، وانا كنت معاه على طول على اتصالات، ولكن قال لي المجلس مالوش علاقه، المجلس واقف معانا للاخر، انا عندي ظروفي الشخصيه في حياته يعني. وهو برضو حياه الكابتن فيصل ادى ما عليه،
وانا بصراحه يا اخذت قرار بان احنا نجم طبعا النادي الكابتن الكابتن حليمه طبعا نجمنا الكبير ان احنا نستعين به، وان شاء الله بالتوفيق الفرح تستمر ان شاء الله، وكيرفو منحنى وعدى وباذن الله نبتدي التصاعد تاني باذن الله، وانا كل امل ان احنا دوري لسه طويل، وان شاء الله كابتن احمد ساري لو في اي حاجه في الفريق اكيد هيعالجها بسرعه ان شاء الله، واحنا عندنا امل برضو ان احنا ندور على مهاجم في اسرع وقت في فتره الانتقالات باذن الله، ونقدر نستعين بيه برضو اضافه للنادي باذن الله. يعني كابتن ساري مكمل وما فيش نيه لتغيير جهاز فني، بل قعدت مع اكيد مع كابتن ساري وحددت الصفقات اللي عايزها خلال شهر يناير القادم. انا حقيقه طبعا متواصل مع كابتن ساري، ومفيش يعني مجلس الاداره احنا ما بناخدش بالجماهير بتقول ايه وطموحاتها ايه، احنا بنثق في الكابتن ساري والفرقه ماشيه كويس، ويعني يعني كل المطلعين على كره القدم في النادي الاولمبي بيشيدوا بخبرات الكابتن ساري، وكل ثقه فيه طبعا ان هو يقدر يعود بالفرقه مره ثانيه، وكابتن ساري عنده من الخبرات ما يتلافى اي مشاكل موجوده عنده في الفريق، وان شاء الله باذن الله يعود مره اخرى باذن الله في اسرع وقت ان شاء الله. بشكرك كابتن ناصر الشاذلي رئيس مجلس اداره النادي الاولمبي، وبتمنى